طبعا الجوله دي كان ابرز حاجه فيها كان ديربي جده ما بين الاتحاد والاهلي. رايك في فوز الاهلي على اتحاد جده؟ فوز مستحق. يمكن فوز مستحق لانه لو رجعنا لما قبل المباراه يمكن فاز الاجدر في الديربي، فاز الاحق، فاز الاكثر تركيزا. الاهلي فاز كمان لانه عنده الحيويه، عنده الرغبه لعمليه الانتصار. يمكن لاحظنا خلال المباراة إنه عملية الإصرار اللي موجودة عند اللاعبين الأهلاويين أكثر من اللاعبين الاتحاد. يمكن عملية الاستفزاز يا حامد، وهذا أمر مهم، عملية الاستفزاز اللي حصلت ما قبل المباراة من خلال التيفو، فهو يمكن حفز لاعبين الأهلي، حط نوع من الشحن والضغط على لاعبين الأهلي عشان يذكروا الجماهير الاتحاد أو يذكروا الاتحادين بالأهلي، على الرغم إنه التاريخ الأهلي الأكثر انتصارا في دوري المحترفين على الاتحاد. أضف إلى ذلك اليوم المعدل العمري للاعبي الاتحاد عالي يا حامد، مو زي لاعبين الأهلي. لاعبين الأهلي شفناهم أكثر حيوية داخل الملعب، ولاعبين الاتحاد خلال يمكن الربع الأخير من المباراة شاهدنا هبوط حاد في المستوى البدني عند لاعبي الاتحاد. هذا الأمر مؤشر خطير، لابد من إدارة الاتحاد والمدرب نونو سانتو يلاحظوا هذا الأمر. ليلة اليوم تكلم عن معدل الأعمار يمكن 30 بالنسبة للاتحاد، وهذا معدل عمري كبير سواء على مستوى اللاعب المحلي أو حتى على مستوى اللاعب الأجنبي. فالاتحاد يحتاج إلى ضخ دماء لاعبين صغار في السن حتى يجعلوا كثير من الحيوية داخل الملعب، وهذا مهم خلال الفترة المقبلة. اليوم الاتحاد مقبل على استحقاقات كثيرة سواء على الدوري أو نتكلم على كأس الملك، أهم طموح عند الاتحادية في دوري في كأس العالم للأندية، وخصوصاً إنه الاتحاد هو المستضيف وفي حمل كبير. اليوم الهلال في آخر بطولة حقق وصيف العالم بوصول المباراة النهائية، هذا الأمر يؤدي إلى ضغوطات عند الاتحادين إنهم يحاولوا إنهم يصلوا إلى ما وصل إليه الهلال أو يتجاوزوا هذا الأمر. طيب هل انت من وجهة نظرك شايف ان فوز اهلي جد على الاتحاد انقذ الالماني ماتياس المدير الفني لاهلي جدة من الاقالة، وفي نفس الوقت وضع نونو سانتو المدير الفني الاتحاد السعودي في مأزق؟ والله شوف ياسلا، يعني انا ما بأظلمه بصراحة. ليش؟ لانه اول شيء جاء متأخر، يعني ما حضر عملية التكوين من البداية، يعني يمكن هو جاء قبل بداية الدوري ب15 يوم، وهذا امر صعب على اي مدرب إني أجي أنا على فريق جديد. يعني تخيل 18 لاعب منضمين للنادي الأهلي بعد صعوده من دوري يلو، مدرب جديد حضر قبل بداية الدوري ب15 يوم، يمكن ما بنى أفكاره التدريبية من خلال المعسكر، وقاعد يشتغل من خلال الوحدات التدريبية أثناء الدوري. أنا أشوف مسيرته جيدة حتى لو خسر أمام الاتحاد، أنا أشوف مسيرته جيدة مع الأهلي. مدرب يملك طموح، نعم صغير في السن ما عنده الخبرات الكافية، لكن بوجود العناصر اللي موجودة صاحبة الخبرات، تكلم على رياض محرز، تكلم على كي سي اي، تكلم على فيرمينو، ممكن يساعد المدرب كثيرا في تطبيق كثير من الأفكار اللي يسعى لها. نونو سانتو أعتقد أنه وضع نفسه في مازق، يحتاج مراجعة كثير من الحسابات، الآن فترة توقف. الاتحاد يمكن ما شفناه بهذه الطريقة. أتكلم معك بصراحة يا حامد، شوف نونو سانتو كان بيلعب كفكر تدريبي، كان بيعتمد اعتماد كلي على إغلاق المناطق الخلفية واللعب المباشر، فقد أهم عنصر عنده هو أحمد حجازي، والدليل بالأرقام. وشايف طارق حامد كمان ولا شايف إن رحيل طارق؟ لا أنا أنا أتكلم أحمد حجازي للأمانة وبديل، لا على مستوى التأثير الفني ولا على مستوى القيادة. أحترم بنزيمة لاعب كبير، لكن أحمد حجازي له كان له تأثير. ليه؟ لأنه كان قريب من اللاعبين، حتى لما بيتكلم عليهم سواء في غرف الملابس بيتكلم معهم في غرف الملابس أو داخل الملعب، اللعيبة بيسمعوا كثير. وما كانت هناك مشاكل، احنا كنا دايما بنشوف الفيديوهات حتى برا الملعب ما بين الشوطين خلال المباراة شغالة، بيفضل يتكلم كتير مع زمايله. هو اللي ماسك التأثير المعنوي. يمكن نونو سانتو العام الماضي هو اللي كان يتكلم على مستوى التأثير الفني، أحمد حجازي كان هو اللي ماسك التأثير المعنوي. أعتقد أن الاتحاد فقد كثير أحمد حجازي، والدليل اليوم تتكلم الموسم الماضي الاتحاد في كل جولاته يمكن ما استقبل إلا 13 أو 14 هدف، الآن مع الجولة التاسعة يمكن قارب لهذا الرقم. فبالتالي لا، أنا أشوف أنه نونو سانتو
اهم الحلول الفنيه اللي خسرها وتاثر تركيبه الاتحاد الفنيه هو غياب احمد حجازي.